محمد صلاح حالة لوحدها في الملعب، وجودها بيوقف خطوط. لا كابتن، مهم جدا اللي حضرتك بتقوله ده، لان انا بشوف ان بعض التعليقات الحقيقه بتحس يلا صلاح بقى هات لنا هدف، هات لنا هو صلاح ده هيجيب هدف. اتعودوا يعني اتعودوا ان الهدف يا كابتن ماشي، لكن وجود صلاح برضو يا كابتن ماهر لو سمحت تشارك معانا في بيفرق في المناقشه دي، لانها مناقشه مهمه جدا. انا كمصري الحقيقه بقى مش بتاع كرة ولا بتاع ولا اي حاجه، ولكن انا كمصري انا بشوف ان محمد صلاح وكمتخصص بقى بعد كده في كره القدم، ابص الاقي ان لا محمد صلاح بياخد جزء كبير حتى لو ما بيعملش حاجه وواقف في الملعب، بياخد جزء كبير من تركيز المدافعين مهما كان. بيلعبوا باثنين عليه اسلام يعني بالزبط. مش بيلعب باك ليفت والستوبر كمان بيمين ناحيه صلاح، فانا اللي بيستفيد ده نايمين، ده نايم وراه نايم جنبه. فاللي بيستفيد مصطفى محمد وبيستفيد مرموش وبيستفيد عمر عبد الله مرموش بتاعنا عبد الله سعيد سوري، واللعيبه اللي بتيجي قادمين من خلف كل العين بتبقى على صلاح. واحنا اتعودنا والله صلاح عايزين الجون عشان اللي يكتب له حاجه لطيفه كده يقول له عندي دروس وعايز انام بدري، فهات بقى صلاح المكسب. فخلاص الناس شافت المكسب اللي بره كمان، الجون العالمي اللي جابه في مباراه مانشستر سيتي بقت كل التوسم ان هم مش عايزين صلاح بس يجيب الجول، لا هم حابين صلاح قوي. الناس وهو خارج من المباراه النهارده كله عايز يتصور معاه في ليبيا وعايزين زين التيشيرت بتاعه. حاله في العالم دلوقتي جميله جدا. في ناس يقول لك اصله ما جاش الماتش اللي فات، في واحد يقول لك لا صلاح وجوده في الملعب بيوقف ناس كتير جدا. اشرح لنا يا كابتن بعد اذنك علشان يعني برضو اللي عايز يفهم، لما بيبقى في لعيب تقيل زي صلاح في ناحيه اليمين الباك بتاعه ما بيتقدمش علينا، ما بيعملش اي خطوره على طول. صلاح بتحركاته بيربك اي خط دفاع، كل العين عليه، فالتانيين هم اللي بيستفيدوا جميع اللعيبه اللي موجوده عندي. عشان كده هو اللي مش هو اللي بيحرز الاهداف، هو الماتش اللي فات النهارده مرموش هو اللي بيحرز الهدف، النهارده مصطفى وعمر مصطفى فتوح رمضان وفتوح هم اللي بيحرزوا الاهداف. ودي لعيبه كلها من تحركات صلاح، العين كلها رايحه على صلاح وهم بيتحركوا، هم اللي بيجوا فاضيين، هم اللي بياخدوا الكوره، هم اللي عندهم الشكل. يعني الكره الهدف اللي جابه مصطفى محمد ده من مكان صلاح، تغيير الصلاح لدخوله جوه مع السويتش مع مصطفى محمد، خلاص ما بقاش متراقب مصطفى محمد، طلع باريحيه جدا وراح حاططها براسه جميله جدا جول. فوجود صلاح طبعا في المنتخب والنني كمان النني الحقيقه عامل حاجه هنتكلم، لكن انا صلاح لانه انا الحقيقه بشوف يا كابتن ماهر ان في ناس كتيره او مش كتيره الحقيقه، بعض برضو من الناس بيحاولوا يقول لك اصل صلاح ما عملش، اصل صلاح ما خلاش، اصل ممكن جدا، ولكن النظرة الفنية لحضراتكم يعني اعتقد هتبقى مختلفة. ده ليه دور كبير جدا يا اسلام النهارده في مكسب المباراتين، لان صلاح نضج والنهارده بيقوم بدور الكابتن القائد داخل الملعب بشخصيته وادائه تحركاته زي ما شريف قال. في باك بيمسكه، في سرد باك بيميل عليه، في لعيب نص ملعب كمان بيجي يميل عليه، يعني في ثلاث لعيبه بتراقب محمد صلاح في الجهه اللي هو بيشتغل فيها النهارده. صلاح كمان بلغه اللاعب المحترف الخبره بقى عمل اسيست، يعني النهارده لو عبد الله سعيد بساطه ما كانتش مؤثره وبياناته الحاجات البينيه اللي بيعملها للمهاجمين، النهارده صلاح قام بيها، النهارده صلاح بيقوم بدور اسيست كمان يعني معظم طبعا. لان صلاح لعيب مش اناني، النهارده صلاح بسهوله ادائه سهل على لعيبته، يعني قدر يوصل عمر مش للجول، قدر يوصل مصطفى محمد للجول، قدر يوصل عبد الله سعيد للجول، يعني النهارده كمان صلاح بيقوم بدور رمضان كمان ورمضان النهارده دبل باص اللي اتعمل معاه بشكل كبير، فده بياكد لك ان صلاح يعني مش اناني، يعني راجل بيسهل الماموريه على زمايله. يعني بس يعني احنا كان عيل كوره واحده حاول يرقص كده فضربوه فخدوه منه اربعه ضغطوا عليه الكوره كملوا الارض مش مساعدان كمان الارض مش مساعدان. وبعدين هو كمان يعني في حته ان هو بيساعد اللعيبه كمان اسلام، وده دور مهم جدا، اللي احنا في اوقات صلاح بيتمسك خلاص، فاحنا كان زمان لما صلاح بيتمسك شريف الدنيا بتقف او منتخب مصر بيقف، فالنهارده بقى عندنا في مفاتيح لعب اخرى، في جهات تانية بتقدر تشتغل، اطراف تانية بتقدر تشتغل، وده برضك بمساعد محمد صلاح ليها بشكل كبير. فالنهارده زمان لو هنرجع لورا شويه كان بيقولوا ايه منتخب محمد صلاح
الكوره الطويله اللي بتتلعب محمد صلاح. انت فاكر احنا ايام كنا اتعملت واحده على فكره النهارده، بس اللي هو جه ياخدها دي ويرقص لجوه ما عرفش من الملعب. فيها سرعه الارض، فيها سرعه وبتنط، ما بتساعدكش على التفكير اللي انت ما تفهملهاش. الاستلام الاستلام هتستلم ازاي في ارض لو الارض مساعده والكره بتطب زي ما احنا عارفين في النجيله الطبيعيه، بيقدر يتحكم فيها، بيقدر يرقص ويقدر يعمل كل الموفمنت اللي هو بيحبها. ما بيبقاش حتى المشاركه معاه في الكوره بتبقى سريعه قوي كده، لان هو بيبقى لما بيحاول يلم وكلام من. فالارض بقول لك اكبر مكسب لينا ان احنا كسبنا على الارض دي 3 نقاط بثلاث اهداف. ف مفيش اجمل من اننا اتخيل ان صلاح ده حاله مهمه جدا مع منتخب مصر، بيديله الاستحواذ حتى في الكوره. لما بتيجي كل الناس بتحاول تدور تبص على صلاح، تلاقي كل الفرقه بقت خليه ماشيه والناس كلها عينها على صلاح، والباقيين هم اللي بيستفيدوا، وانت بتحط الناحيه الثانيه عشان تجيب جول، والفرقه هي اللي بتستفيد في الاخر. يعني احنا اللي بنستفيد كلنا في الاخر، تمام. احنا بنكسب يعني.